صباح النور رومي، كيفك؟ منيحة وانت كيفك؟ موضوعنا يهم كل امرأة، لأنه كل امرأة رح تمر بهذه المرحلة بحياتها. اليوم بدنا نعتمد تسمية سن الأمل وليس سن اليأس. بداية، ماذا يحصل لجسد المرأة عند انقطاع الطمث؟ في كتير تغيرات وفي كتير تحديات. أنا حابة أوجه هذه الفكرة لكل امرأة عم بتبلش تفوت بهذه المرحلة، وإلا أنه كتير رح أفهمها، لأنه كتير رح يصير في تغيرات صعبة لإلها تتقبلها بركة، وبركة هينة. بس هي عادة التغيرات الجسدية والتغيرات الهرمونية على كل الأصعدة ممكن كتير تشكلها مشكلة وتعصبها. فنحن اليوم رح نجرب نعطيها قد ما فينا النصايح تحت تقطع بأقل شيء أقل الأضرار الممكنة. هلأ قبل أن نذهب إلى المرحلة سن الأمل أو سن اليأس قبل ما تعيشها، هل هنالك في خطوات أو نصائح بتعطيها للمرأة بعمرنا نحن اللي عم نعيشه، يعني قد تقلل من ربما اللي عم بيصير معها لاحقا او حيصير معها لاحقا؟ هلا تقدر جاوبك على هذا السؤال. رح جرب اقول اول شيء شو هن التحديات هيك على كبير اللي ممكن هي تواجههم تحت نشوف نحن شو بنقدر نعمل على بكير. يعني اول تحدي كتير كبير ممكن تواجهه هو التغيرات بالهرمونات يلي بخلوها تبلش تحس انه صار في مثل هبات سخنه، هوت فلاشز، يعني بتبلش تحس ارتفاع بحراره جسمها. ارتفاع بحراره جسمها خاصه قبل ما تنام بتعرق كثير، وممكن هذا الشيء يشكل لها قلق هي ونايمه، وهذا الشيء بشكل لها تعب تاني نهار مثل ما عم نشوف، يعني تكون مزعوجة عم بتشوي متضايقة. هذا أول تحدي كتير كبير ممكن تواجهه. تاني شغلة ممكن تواجهها كتير راوية هي تغير بالهرمونات بخلي وللأسف يصير في زيادة وزن بمنطقة البطن. وقت الأستروجين يخف بالدم بصير يجمع الدسم بهيدي المنطقة، هون بترتفع نسبة احتمال نسبة إصابتها بالسكري 100%. السكري وحتى يعني الكوليسترول العالي بالدم، الضغط، حتى عن التريجليسيريد، يعني كل هالأمور هي بتصير تقول أنه أنا ما بحياتي كان عندي إياهم هولا عاليين بفحص الدم، ليه هلا عم ببلشوا يخربطوا؟ هذا كله لأنه الدسم ببلش يتركز بهيدي المنطقة. والمزعج بعد أكتر، يعني بالتاني التحدي كنت عم بحكي عنه، يلي هي إنه العضل، نسبة العضل بتخف بالجسم، وهذا الشيء ما بيخلي بقى جسمها يحرق قد قبل، وبتصير تنصدم إنه أنا طب عم باكل ودغري عم ببينوا فيي، يعني دغري عم بزيد وزني مش عم بينزل بالهين. هذا تحدي كتير كبير، وكمان من وراء الهرمونات. تالت شغلة بتصير راوية تغير بالمزاج، بتصير تعصب أكتر. صحيح، هيدي أكثر شيوعا يعني عن جد. وهيدي الشغلة بتخليها تكون أكيد ما عم بلا تعمل رياضة، ما عم بلا أبدا تتحرك، خمول أكتر وتعب أكتر وشهية أقوى. ورابع تحدي واللي هو أنا كمان بلاقيه كتير مهم، واللي هو إنه العظم كان في شيء عم بيحميه اسمه الأستروجين، هلأ من بعد ما صار في سن الأمل بخف نسبة الأستروجين بالدم، وهيدا الشيء بطل عم بيحمي العظم، وهيدا الشيء ممكن يفوتنا بترقق عظم وبصير راكد الأمور أكتر. فهول أربع تحديات كيف نقدر نحضرهم قبل بوقت مثل ما كنت عم تسأليني؟ أكيد نجرب ننتبه على الوزن قد ما فينا على بكير، لأنه بدنا نحط براسنا أنه بدنا أو ما بدنا بهيدا المرحلة بده يجرب يزيد وزننا. نحن رح نجرب نقاومه بس هو بده يجرب يزيد، فنحن لازم قد ما فينا نحضر أكيد أجسادنا كوزن، نجرب أكيد نغذي قد ما فينا العظم من سن اصغر، يعني اذا فيني انا اول تناول الحليب 100%. انا بقول للمراهقين، انا بقول للمراهقين انتم هيدي المرحله اللي فيكم تشتغلوا فيها اكثر شيء، لانه بكره من بعد سن الياس عند البنات بقول لهم هذا الشيء انه ممكن ما يقعد بقى فيكم تعملوا شيء. يعني خلينا من هلا نشتغل على الموضوع، نشرب منيح وناخذ ماكولات فيها كالسيوم ونغذي حالنا قد ما فينا. طب العناصر الغذائيه اللي لازم نركز عليها بالتفصيل خلال هذه المرحله؟ خلال هذه المرحله هلا في كثير اطباء نساء بيروحوا اكثر شيء بيلتجوا اكيد انه يعطون حبوب فيها هرمونات بتعرفي راويه حتى يخففوا قد ما فيهم العوارض تبع سن الياس. بس بجربوا قبل ما يعطون هول الادويه يقولوا لهم جربوا على 3 اشهر نغير شوي بنمط الحياه، نعمل كم نصيحه بمأكولات معينه لهذه المرحله. منجرب على 3 اشهر، مش الحال مش الحال، ما مش الحال منبلش بانه ناخذ حبوب هرمونات. هلا كمأكولات فينا نفكر فيها، اول شغله انا كنت امبارح عم شوف انه الصويا حبة الفول يلي هي الصويا ممكن يكون فيها مكونات يلي هي الفايتو أستروجين تلعب دور الأستروجين بالجسم، لأنه هو نقص عنا فنحن بدنا بديل له. صح، فإذا أخذناها بفولة الصويا في كتير من الدراسات فرجت أنه ممكن تخفف كمان هبات ارتفاع الحرارة بجسمها أو هبات السخنة، أو ممكن كمان تخفف لها هالمود سوينجز أو المزاج اللي عم بيتغير المتقلب. فهيدا الشيء نحن منشجع أنه تروح على فولة الصويا. وكمان إذا بدنا فينا نشتغل أنه على الكالسيوم مثل ما كنا
عم نقول مع فولت الصويا مع بعض، يعني في الحليب الصويا يلي هو بقلبه في الصويا والكالسيوم بنفس الوقت، فيها تفيد حالها بهذا الموضوع. طيب رومي، في المأكولات اللي فيها الاستروجين اللي هو نحن بدنا نعوده، عم نحكي عن العدس، عم نحكي عن الخوخ، عن شو عم نحكي بعد؟ كمان بذر الكتان، بذر الكتان واهم شيء نطحنه. فينا كمان يعني مثل ما كنا عم نحكي الصويا، حتى فيني انا اقول شغله، هلا بدي شدد شغله، في نساء بيكون عندهم مثلا مصابين بسرطان الثدي او انصابوا قبل بسرطان الثدي، منه كتير محبذ انه كتير يعلوا هيدي النسبة أو كتير ياخدوا، لازم يتابعوا مع طبيبهم، يتابعوا مع الطبيب لأنه هيدا ممكن يشكلهم خطورة أنه يرجعوا يزيدوا الخطورة عليهم أنه يصابوا بسرطان الثدي. كما بدي شدد كمان بهيدي المرحلة عن المأكولات، أنه إذا بتقدر كمان تخفف الكافيين بهيدي المرحلة بتساعدها كتير، لأنه الكافيين أول شيء بيعصبها زيادة وهي عم تتقلب بزيادة كمان بمزاجها، والكافيين ما بكتير بيساعد بهبة السخنة اللي كنا عم نحكي فيها أو ارتفاع الحرارة. وتشرب منيح مي أهم شيء، واللي بيقدر كمان بعد زيده انه تعمل يوغا قد ما فيها ترخي رياضات، وتجرب ما تاكل مأكولات فيهم كتير بهارات او مبهره كتير، لانه هيدا الشيء كمان بعد بزيد الحراره بعد وبيخلي بعد يصير في هبات سخنه وتعرق اكثر زياده وتنزعج زياده. طيب. فهول للمأكولات. نعم، بينصح كثير من الحكماء او اخصائي التغذيه بعدم الاكثار من السكريات بهذه المرحله. اكيد لسببين، لسببين مهمين. اول سبب انه ما يزيد وزنه فوق اللزوم، مثل ما هلا كنا عم نحكي لانه وزنه او جسمه ما رح بقى يحرق قد قبل، صحيح، فبجربوا قد ما فيهم يقولوا لا انتبهي على هذا الموضوع. وتاني سبب اكيد انه تناول السكر بيزيد بعض من امراض المزمنه، مظبوط، وحتى ممكن يعلي يرفع بعد اكثر من معدل التريجليسيريد بالدم، ممكن بعد يعني يرد الامور لورا، يعني ما يعود بقى يساعدها. طيب النصائح، نعم، الغذائيه. نصائح، اول شغله انا بحب اقول اياها للامراه اللي عم بتبلش تفوت بهذه المرحله، ما تحط كتير توقعات بالنسبة لأنه هلأ بدي بلش جرب أخسر وزن أسرع شيء ممكن. ما بوطيلة معنوياتها، لا، بس لازم تحط براسة أنه ممكن هيدا الشيء يكون شوي صعب أو يشكل صعوبة لها، يعني ما تعلي سقف توقعاتها، صح، أحسن ما يصير في خيبة أمل بعدين. فاللي بقدر أقول لها أنه تحط براسة، إذا حافظت برافو، يعني إذا حافظت على وزني هيدا الشيء بيكون منيح، بس مهم مزيد، هيدا أهم شيء، هيدا أول شغلة. تاني شغلة، تاني نصيحة غذائية بعطيها إياها، جرب قد ما فيها، لأنه نحن بدنا نجرب نتجنب الأمراض المزمنة مثل السرطان الثدي لأنه هو بيزيد كمان خطورة الإصابة فيه، ومثل الكوليسترول العالي بالدم والتريجليسيريد والضغط وإلى آخره والسكري، نزيد قد ما فينا الفواكه والخضرة الملونة قد ما فينا، يلي هو نحن كنا عم نحكي مرة أنا وياها أنا وياك عنا، يلي هي حمية البحر الأبيض المتوسط، صحيح، كل شيء ممكن نحن نزيده يلي هن غني بالبوتاسيوم، غني بالألوان، غني بالألياف، الشوفان، القمح الغير المقشورة، القمح الكاملة، البقوليات، يعني شو فينا نحن كل الامور الخضراء واللي هي جدا طبيعيه، جدا طبيعيه وجدا ملونه، هذا الشيء بخليك تحارب الامراض المزمنه. وانا بحب شدد على الموز، الموز اللي فيها كثير بوتاسيوم، جرب هلا حتى تقدر تتخطى، حتى انا بتريح الاعصاب كثير عن جد، وهذا الشيء بيساعدها كمان ما تعمل كمان ضغط دم مرتفع، لانه كل شيء فيه بوتاسيوم بيروق ضغط الدم. ثالث نصيحه بحب اعطيها اياها للامراه اللي عم تبلش تفوت بهذه المرحله، انه تشرب كثير مي مثل ما كنا عم نحكي، وما تستخف بالمي، تشرب كثير، ظهر قد ما فيها وتخفف هالحراره المرتفعه بجسمها، ترطب جسمها قد ما فيها. رابع نصيحه بعطيها اياها وبشدد عليها هي للعظم، بتعوز 1200 ملي جرام كالسيوم بالنهار، يعني اذا فيها تحكي مع طبيب النساء يلي هو عم بتبعها تقول له بليز اذا بعوز كالسيوم يعطيها مكملات كحبوب، وتجرب هي تشد الهمه بكل شيء مأكولات فيها كالسيوم مثل الجبنه، هلا عم نشوف اذا فيها تكون خفيفه الدسم، انا بعد بفضل كل شيء قليل الدسم بشدد عليه. تركز كمان على اللبن الزبادي راويه لانه فيه بروبيوتيك بيساعدها على الهضم، على الهضم بعد زياده. وبدي ركز كمان بعد على شغله واللي هي الاوميجا 3 كمان موجود بالاسماك، وممكن يريحها كمان زياده في ذهنيا، بتقول ذهنيا في دراسات بتقول انه ممكن يخفف لها كمان هالتقلبات بالمزاج. فالاوميجا 3 ممكن يساعدها، والسمك مرتين بالاسبوع، وبذر الكتان هلا كنا عم نقول اللي هو بقلبه في اوميجا 3 وبقلبه في صويا، سوري مش صويا، بقلبه في فايتو استروجين، هذا الشيء كمان بيساعدنا زياده. واخيرا انا كثير بشدد على هذا الموضوع، الجوز، الجوز اللي هو مضبوط الاوميجا 3، بس بشدد كثير على موضوع الرياضه. كل امرأة قالها الطبيب انه بلشت عم بتحضر لسن اليأس او عم بتبلش تفوت بهيدي المرحلة، اول شغلة بدها تحطها براسها تفتح
مثل ما بيقولوا يعني الأجندة تبعيتها وتقرر تشوف وين بقدر أنا بلش فوت رياضة بحياتي لأنه هلأ لازم بلش. والدراسات بتقول أنه 5 أيام بالأسبوع على مدة نصف ساعة مشي أو ركوب على الدراجة أو شو ما كان كارديو، هذا الشيء بيساعدها أكيد تخفف من الأمراض المزمنة. هون النصيحة لألا أن يعني تمارس رياضة بتحبها أكيد ما تزهق منها وتواكب على ممارستها. مزبوط، وبدي شدد أنه طلعت الدرج، أنه تطلع الدرج كمان فيني عده من الحركة إحدى الرياضات. نعم، وبدي شدد أنه كمان بهذه المرحلة إذا فيها تعمل أتقل معلي، يعني إذا فيها تشقل شوي أتقل أو وزن، هيدا الشيء بأول عظم زيادة بأول عضل زيادة. نعم. يعني الرياضة صرنا عم نشتغل على كذا صعيد، يعني بين المزاج، بين التعصيب بخف، بين تحس حالها هي مرتاحة بشكل جسمه، بتحس حالها هي للعظم عم بتقوي، للعضل عم بتقوي، للمناعة عم بتقوي، لأمراض المزمنة عم بتخففها. يعني شو بدي بعد لقي بعد أكتر والعضل عم بتقوي، يعني شو بدي أحسن منها. يعني نظام غذائي متكامل. نعم. كان بأسلوب حياتها والكان أيضا بالأطعمة اللي عم تفوتها. اختصاصية التغذية رومي مشاعس، شكرا لك، ونتمنى من كل النساء اللي عم بيشوفونا يتبعوا هذا النصائح.